والآن مشاهدينا الكرام مع وقفة اقتصادية في نشرتنا. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بك صح ناجي، وأهلا بك نواة توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. رفعت وزارة الموارد المائية والري درجة الاستعداد لضمان استيفاء الاحتياجات المائية ومواجهة التعديات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات. وشددت الوزارة على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتصدي الفوري لها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على أن المبادرة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي تأتي كدعم للجهود الرامية لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية محورها الإنسان وما حوله، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر طاقة آمنة ونظيفة وأرخص نسبيا ويضمن استدامة الأنشطة. وخلال متابعته موقف تقدم أعمال خطة انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي، أكد الملا أن مصر لديها خطة واضحة الإجراءات والخطوات لدعم خطة انتشار استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات، موضحا أن استراتيجية الوزارة للتطوير والتحديث تكاملت مع قرار الدولة الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، ووضعت خطة جديدة لزيادة معدلات المستفيدين من تلك الخدمة الحضرية والبيئية، وأن المبادرة الرئاسية لاستخدام الغاز كوقود في السيارات كخطوة فارقة في مسيرة المشروع وتحقيقه نتائج أفضل. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط قبيل بيانات ستلقي الضوء على مدى إقبال الأمريكيين على الوقود خلال موسم الصيف الذي يزيد فيه معدل القيادة، مع إشارة هيكل أسعار خام برنت القياسي إلى تراجع المضاربين على ارتفاع الأسعار. انخفضت العقود الأجل لخام برنت بنسبة 89% لتصل إلى 73 دولار و 52 سنت للبرميل، وتراجعت العقود الأجل للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 95% لتصل إلى 68 دولار و 71 سنت للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 7% لتصل إلى $2.42 للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.4% لتسجل نحو $2.76 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت اليابان أن قرار إعادة وضع التفضيل التجاري لكوريا الجنوبية بدءا من 21 من يوليو لتنهي نزاعا تجاريا استمر لمدة 4 أعوام متواصلة بين البلدين. ومن جانبه صرح وزير التجارة الياباني أن اليابان وكوريا الجنوبية اتفقتا أيضا على إطار لمراجعة ومتابعة الأنظمة حسب الحاجة، وقد شهدت العلاقات بينهما تحسنا سريعا منذ مارس الماضي عقب مبادرة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يون لحل النزاع الخاص بهم، بالإضافة إلى توجه يون إلى طوكيو لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، والتي أسفرت عن إعادة العلاقات الأمنية والاقتصادية بين البلدين. دعا بنك التسويات الدولية إلى تنفيذ المزيد من عمليات رفع الفائدة، محذرا من أن الاقتصاد العالمي في مرحلة حرجة حاليا حيث تعاني دول لخفض التضخم. وأضاف بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي أن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف حرج ولابد من معالجة التحديات الصارمة، مطالبا بعدم الاهتمام بتحقيق معدلات النمو قصيرة الأجل مع استخدام السياسة النقدية في استقرار الأسعار. كما شددت تقارير البنك على أنه كلما طال أمد التضخم المرتفع طال أمد التجديد النقدي المطلوب للتصدي له، وعلى الرغم من عمليات زيادة الفائدة خلال آخر 18 شهرا ما يزال التضخم في العديد من الاقتصادات مرتفعا، كما أن زيادة في تكاليف الاقتراض أدت إلى أكثر حالات الانهيار المصرفي خطورة منذ الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاما.
أعلنت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أنها ستتعاون بشكل وثيق أكثر في مسألة شراء المواد الخام في وقت تسعى أوروبا لتخفيف اعتمادها على المواردات من بلدان مثل الصين. من جانبه أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك أن تنويع مصادر المواد الخام بشكل أفضل يوفر الأمن الاقتصادي لأوروبا، وأضاف أن دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستشكل مجموعة عمل لمناقشة استخراج ومعالجة وإعادة تدوير المواد الخام الأساسية. كانت المفوضيه الاوروبيه قد طرحت في مارس الماضي مقترحات لتامين امدادات المواد اللازمه للانتاج في قطاعات تكنولوجيه رئيسه مثل البطاريات او الالواح الشمسيه، وتشمل هذه المواد الليثيوم والنيكل. انطلقت فعاليات قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الصينية في وقت يمر فيه انتعاش الاقتصاد العالمي بظروف حرجة، ويعقد الاجتماع سنوي تحت عنوان ريادة الأعمال القوة الدافعة للاقتصاد العالمي لمناقشة كيفية التعامل مع التحديات العالمية. بحضور أكثر من 1500 من قادة العالم من قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني، انطلقت فعاليات قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الصينية. الاجتماع السنوي 14 للأبطال الجدد والمعروف بمنتدى ديفوس الصيفي يعقد تحت عنوان ريادة الأعمال القوة الدافعة للاقتصاد العالمي، وهو أول اجتماع في آسيا منذ أكثر من 3 سنوات بسبب جائحة كورونا. ويتضمن المنتدى الذي افتتحه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ 6 محاور أساسية، هي إعادة النمو الاقتصادي والصين في السياق العالمي، وانتقال الطاقة وحماية الطبيعة والمناخ والمستهلكون في مرحلة ما بعد جائحة كورونا ونشر الابتكار. وخلال كلمته شدد رئيس الوزراء الصيني على أن بلاده بصدد تحقيق هدف النمو المرسوم للسنة الراهنة وهو 5% رغم تباطؤ الانتعاش في ثاني اقتصاد عالمي. في الوقت نفسه انتقد رئيس الوزراء الصيني الجهود التي يبذلها الغرب لتخفيف مخاطر الاقتصاد العالمي باعتبارها فرضية زائفة. في الغرب يبالغ بعض الناس بإبراز أهمية ما يسمى تقليص الاعتماد والتخفيف من المخاطر. هذان المفهومان فرضية خاطئة، لأن تطور العولمة الاقتصادية جعل الاقتصاد العالمي كياناً مشتركاً نتداخل فيه، كما أن اقتصادات العديد من الدول تختلط مع بعضها البعض وتعتمد على بعضها البعض وتحقق إنجازات بسبب بعضها البعض وتتطور معاً. هذا في الواقع شيء جيد. وعلى مدار 3 أيام يتناول المشاركون في القمة كيفية التعامل مع التحديات العالمية وتسريع التقدم في الأهداف المشتركة الهامة في وقت يمر فيه انتعاش الاقتصاد العالمي بظروف حرجة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لنهى وسحر لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا جزيلا لك فاطمة خليل.